السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، واحد طلق زوجته عند المأذون، كانت طلقة أولى، وبعد ذلك قال لها راجعتك وراجعها، الرجعة دي صحيحة؟ لا، في مكتوب عند المأذون، عفوا، في القسيمة، طلقة تطليقة واحدة بائنة، أو ما الذي مكتوب في القسيمة؟ ما شفتش القسيمة. لازم نشوف القسيمة. إذا كانت رجعية ورجع في العدة يجوز، لكن إذا كانت تطليقة بائنة واحدة ومكتوب فيها لا يحل له أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، لا يجوز له أن يراجع في هذه الحال إلا بعقد جديد ولي وشهود ومهر جديد على ما هو معلوم. جزاكم الله خير. وياكم.